كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في وداع قداسة البابا فرانسيس باب الفاتيكان والوفد المرافق لدى مغادرته البلاد هذا اليوم مختتما زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين استغرقت 4 أيام تلبية لدعوة كريمة من جلالة العاهل المعظم. التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة، كما شارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني في دورته الأولى، والذي عقد برعاية عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما ودع جلالته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين لدى مغادرته البلاد اليوم مختتما زيارة للمملكة تلبية لدعوة كريمة من عاهل البلاد المعظم. شارك فضيلته خلالها في فعاليات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني.
الله.